لكن انت مش متواصل خالص مع حد في النادي؟ لا انا مش متواصل مع حد مسؤول في النادي، لكن مع ان في ناس المفترض عارفينك كويس جدا ويمكن لعبوا معاك. يعني كابتن اسماعيل يوسف لعب معاك؟ لا دربني لكن ما لعبش معايا. ما لحقتوش يعني. لا يعني اول سنه ليا في نادي الزمالك كان كابتن اسماعيل يوسف مدرب. تمام، يعني الناس عارفينك. يا كابتن اسماعيل دلوقتي موجود في النادي، كابتن جمال عبد الحميد موجود في النادي، كابتن طارق يحيى موجود في النادي. يعني في ناس كتير، حتى كابتن خواجه لسه موجود في النادي. يعني في ناس عارفين من هو الاباني، مش متواصل معاهم نهائي؟ لا مش متواصل. يعني انا لما لقيت القصه كده فما بتواصل. يعني اخر مره كلمت كابتن اسماعيل كان امتى مثلا؟ حصل بينكم كلام يعني لاي سبب؟ صدفه حتى؟ لا صدفه اعتقد ممكن يكون من سنه. قابلته صدفه كده في مكان يعني او حاجه؟ من سنه. من سنه او اكتر من سنه كمان. مجرد سلام وخلاص يعني؟ استاذ محمد، هل انت محتاج تتكلم عشان تشتغل؟ في ناس كتير اشتغلت مش عايز الحته دي، ما بحبش اخد فيها قوي، لكن ما خدش اللي احنا خدناه. انت النهارده لما تيجي تتكلم، بتتكلم كبطولات؟ طبعا. لما تيجي تتكلم على احسن لعيبه في نادي الزمالك بتتكلم بالبطولات، صح ولا انا بتكلم غلط؟ طبعا. اعلى واحد في نادي الزمالك واخد 4 دوري، ده اعلى واحد. اللي هو لما تيجي تقول ان هو نجم وبيجي هنا وبيجي هنا وبيشتغل هنا وبيروح هنا والناس بتمجده وكل ده، 4 دوري تمام. انا واخد 3 دوري. هل انا ما اتساواش بيه؟ ده مين اللي خد 4 دوري؟ في ناس من جيل 90 واخدين 4 دوري. اعتقد في ناس واخد 4 دوري. ممكن يكون كابتن هشام كان واخد 4 دوري، كابتن اشرف قاسم، يعني في ناس واخد 4 دوري. فلما تيجي تحسبها، وفي ناس واخده بطولتين في النادي وبتتمجد عادي، هل هو ملوش قيمه؟ لا ليه قيمه. كابتن هشام هو بعيد برضه، 4 دوري ما شفعلوش. بس انا بتكلم في ايه عشان بس الناس ما تفهمنيش غلط. هو ليه قيمه؟ ليه قيمه طبعا، وليه قيمه عندي انا كمان طبعا، وكلاعب كوره لعيب كبير ولعيب محترم طبعا، ما عنديش مشكله. بس ما ينفعش ما يبقاش فيه تساوي. لا ما ينفعش يبقى فيه ما فيش مساواه. يعني ما تيجي تتكلم على نادي الزمالك واخد 13 دوري لما اكون انا واخد 3 دوري، ده غير الباقي بقى. يعني انا واخد مثلا 11 بطوله. لما تيجي تحط في التتر كده في قناه نادي الزمالك، انت مش محطوط. في ناس كتيره من جيلنا مش محطوط. حتى لما بيجي يقول لك ايه فلان الفلان كام هدف، كام دوري، كام بطوله، شوف ناس واخده بطوله، ناس واخده بطولتين واسماء متصدره، واسماء متصدره وبتيجي على شاشه البروم، احنا مش موجودين. في ناس ما لعبتش في النادي. انا بس عايز اقول للناس كده ان كابتن وائل كان من جيل اللي اخذ دوري ابطال افريقيا، اخذ كاس الكؤوس الافريقيه، اخذ سوبر افريقي، اخذ سوبر محلي، اخذ دوري مصري، اخذ كاس مصر، كل حاجه. يعني كل حاجة. الجيل ده اخذ كل حاجه، كل حاجه. يعني اي بطوله تذكرها في النادي الحمد لله انا واخدها. واخدها وهرجع تاني للدوري، لان الدوري ده المهم طبعا. 13 هو البطوله الام يعني. 13 واخد 3، كانوا 12 كنت انت واخد 3 برضه، كانوا 11 كنت انت واخد 3. فبتتكلم لحد 11 دوري انت واخد 3، يعني بتتكلم في ربع الدوري بتاع نادي الزمالك. هل مش من حقي ان انا اكون موجود؟ من حقي. هل لازم اطلب؟ هل لازم اطلع اقول الكلام ده؟ ما الكلام ده معروف. لا وانت ما كنتش مجرد لعيب، انت كنت لعيب كبير في نادي الزمالك. الحمد لله. انا ما اقدرش اقول دي. يعني حته ان انا لعيب كويس او مش لعيب كويس دي انا بسيبها للناس هي اللي تحكم ان كنت انا لعيب كويس او مش لعيب كويس، اديت في نادي الزمالك ولا ما اديتش. لكن لما تيجي تتكلم على التاريخ يا استاذ محمد، لا ليا تاريخ في نادي الزمالك. طب قول لي، يعني انت بعد كده، يعني انت بعد ما اعتزلت برضه اشتغلت في الكوره؟ اشتغلت. مرنت انديه في الدوري الممتاز. مرنت سيرس الليان كانت درجه ثالثه. اول ما بدات بسيرس الليان، والحمد لله كنت ماشي بيهم اول، ولولا احداث بورسعيد والدوري اتلغى ساعتها كنت لعبت 13 ماتش، كسبت 12 وتعادلت ماتش. وبعدين مسكت بقى مصريه للاتصالات ممتاز بيه، وبعدين مسكت منتخب السويس ممتاز بيه، مسكت سما النود ممتاز بيه، مسكت في اتحاد الشرطه مدرب مساعد مع الكابتن هاني رمزي في الممتاز، مسكت مدرب عام في اتحاد الشرطه مع طارق السعيد، مسكت مع مؤمن سليمان في الانتاج الحربي مدرب عام سنه الصعود، مسكت مدير فني في طلائع الجيش قطاع ناشئين، مسكت رئيس قطاع مصريه للاتصالات ناشئين السنه اللي فاتت. لا مسكت انديه، مسكت بني عبيد. يعني اصبح عندك خبرات دلوقتي كمان. لا اشتغلت في الدرجه دي كتير. انا بقالي 10 سنين شغال الحمد بس لله. انت بتمتن مهنه تانية غير الكوره ولا؟ لا هي الكوره فقط. كوره يعني انت باخر تجربه ليك كانت المصريه للاتصالات؟ رئيس قطاع ناشئين السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. طب انت بتعمل ايه طب لما بتبقى مش شغال؟ ما بعملش حاجه.
مستني الفرق.